استاذ احمد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحب بيك يا استاذ عبد الناصر، اهلا اهلا بكل اللي بيتابعوك. يعني يا احمد، سمعت التفسير اللي انا فسرته حوالين هذا البوست، ليك رؤيه تانية او تتفق معايا او تختلف؟ لا اتفق معاك طبعا، لكن هذا البوست اكيد يعني يحمل الغموض وطياته كلمات كثيره ومؤثره، ويبدو ان وتيره الاحداث في الفتره القادمه هتكون ساخنه جدا، لكن اكيد كل الاهلاويه بمجرد البوست اللي كتبه المستشار تركي الشيخ الكل بقى بيأوله وفقا لرؤيته، لكن زي ما حضرتك بتقول يبدو ان الكلام على احمد فتحي روايه عدم يعني كون في تعاقد او زال في طور التفاوض او بعض الخلافات او مع نادي بيراميدز، كل الامور دي يعني جماهير النادي الاهلي بتنتظر توضيح اكتر سواء طبعا من المسؤولين هنا او هناك، ولكن اكيد بص معالي المستشار تركي الشيخ زاد الامور غموضا وفي نفس الوقت طرح العديد من التساؤلات، لكن موقف الاهلي في هذه اللحظه واضح انه عمل اكتر من جلسه مع احمد فتحي، واحمد فتحي اعلن عدم رغبته في التعاقد، وبالتالي احمد فتحي لاعب في النادي الاهلي حتى نهايه. يا احمد اتحرك يا احمد، المشكله من عندك، احنا التليفون حاطينه في البلكونه. بالتالي احمد فتحي لاعب من حق الاهلي الاستفاده منه حتى نهايه هذا الموسم سواء بطوله الدوري العام او دوري ابطال افريقيا، ولكن بوست معالي المستشار اكيد علامات استفهام كتيره، واكيد الكل منتظر الفترات القادمه الامور هتمشي ازاي، الاحداث هتمشي ازاي، ورغم توقف النشاط الرياضي وركود الاحداث لكن سخونه الاجواء ما زالت مستمره، نتمنى الامور تكون افضل طبعا الفتره القادمه على صعيد كل الاحداث، ولكن في نفس الوقت اكيد هيكون في امور خاصه باحمد فتحي وارتباطه بنادي بيراميدز ربما ستشهد العديد من الامور في الفترات القادمه. طيب ده الملف، وزي ما قلت يعني ما ينفعك في تخمينات، ولكن الايام القادمه حبلى بالمفاجات. طيب نروح لحسام عاشور، وقبل ما اسيب احمد في موضوعاته عايز اتكلم احيي ابراهيم فايق على الانفراد بتاع مكالمه حسام عاشور واقول له برافو، مهم جدا، حسام كان بعيد وممتنع عن الكلام واتكلم معاك بشكل اكثر من رائع، ولكن برافو حسام عاشور. ولكن انا عندي وقفه، أنا بعتبر إن حسام عاشور بهذا الكلام المليء أدب جم في تجاوز مباشر على إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب. ليه؟ حسام عاشور حب بهذا الأسلوب الناعم الخبيث، أنا ما بحبش أهاجم حد ولكن أنا بقول رأيي، الأسلوب الناعم الخبيث إنه يوصل معلومة إن قعدته مع الكابتن محمود الخطيب تم تسريبها عن طريق الكابتن محمود الخطيب، وان في بعض الناس كتبت هجمه محمود الخطيب بعد مكالمه ابراهيم فايق، وقال لك بعد كلام فتحي تاكدنا ان التسريبات اللي حصلت وعملت ازمه في العلاقه ما بين المستشار تركي الشيخ او ما بين حسام عاشور طلعت من عند الكابتن محمود الخطيب او من منظومته الاعلاميه او واتيفر ايا كان. هذا الايحاء اللي رماه حسام عاشور اقدر اقول لك عاري تماما من الصحه، وأنا شخصيا لا أحترمه. حسام اسم كبير، 16 سنة في النادي الأهلي، أكتر واحد حصل على بطولات في العالم لنادي واحد، هذا كله فوق دماغي، ولكن أنا بقيم كلامه. حسام عاشور رمى مجموعة من أصدقائه، وهذا الكلام أنا بقوله لأول مرة وما كنتك أتمنى أن أنا أقوله، رمى مجموعة من أصدقائه، كلمت عدد من الإعلاميين وسربوا كل القعدة اللي حصلت ما بين حسام عاشور والكابتن محمود الخطيب وهو بعيد، وسربوا أدق التفاصيل، ولكن حسام عاشور اللي زعله إعلان الأهلي إن القعدة كانت بناء على طلب من حسام عاشور، فالموضوع أنا شخصيا ما عجبنيش. ما ينفعش حسام ينهي بهذا الشكل، أنت عايز تكمل اهلا وسهلا كمل في اي مكان، خلاص الاهلي قال كلمته، عايز تعتزل دي الحاجات اللي قالها لك الكابتن محمود الخطيب اللي في اتاحته، هنقعد نتاجر ما بين المحطتين كلام ملوش لازمه، وانا هتكلم في حينه وانا اقول في الوقت نفسه وانا مش عارف ايه، طب الزمالك بيفاوضك جايالي، لا الزمالك ما بيفاوضش حسام عاشور، والزمالك ما معهوش فلوس يفاوض احمد فتحي، والزمالك في معاناه ماليه ما بعدها معاناه، واللاعب اللي هيروح الزمالك مش هيقبض،
وبنصح اي لاعب يروح ياخد فلوسه مقدم والنادي ياخد الفلوس بتاعته على طول، لان مرتضى منصور مفلس. فبلاش المتاجره اللي ملهاش لازمه. انا بحيي ابراهيم فايق على الانفراد والمداخله، ولكن يعني ايحاءات حسام عاشور ورميه بالكوره كره النار في ملعب محمود الخطيب يعني كانت مش 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 صايعه قوي منه، لكن كانت شغل تجاره اكتر منه. يعني تحس كده ان حسام عاشور طالع كان يقول انا عندي عروض، انا كنت بلعب اساسي، انا ما ينفعش اقعد وانا عندي 34 سنه. خلاص الاهلي حسم موقفه معاك، حسم الموقف معاك. الخطيب قال لك 1 2 3 دي اللي عندنا، انت عندك عروض. ما بين كلام الكابتن محمود الخطيب وما بين العروض اللي معاك، احترم تاريخك وخد قرارك، ونحن نحترم قرارك ايا كان. اتفضل يا استاذ احمد. يا استاذ احمد، يا احمد، احمد عنده مشكله. يا استاذ احمد، محمد شوف التليفون. يا استاذ احمد، يا جماعه انا جايب لكم سماعه ساوند سيستم عشان الناس بتشكي من الصوت، اعمل ايه تاني؟ ومحمد ابني موقفه في البرد في البلكونه، طب اعمل ايه تاني؟ لا اتصل بيه تاني، افصل واتصل بيه تاني. لا عنده مشكله في الشبكه والتليفون المنزلي بتاعه صوته واطي. طب انا بحاول ان انا ارضيكم، يعني بحاول ان انا ارضيكم. لا ما نمشي يا دودي، هو بس عنده مشكله في الشبكه، فانا بحاول ان انا صوته في التليفون الارضي واطي جدا، فاحنا بنحاول نعمل فكرة السماعة دي بتخلي الناس تسمع كويس. لو حد معترض على كلامي بشأن حسام عاشور يقول لي. تعرفين أنا بقول لكم بما يرضي الله، والله ما في بيني ما بين أي حد غير الاحترام، والله العظيم ما في بيني ما بين أي حد غير الاحترام، ولكن أنا بس ضايقني الأسلوب. يعني رشا أباظة بيقول لك الشبكة جالها كورونا، بلاك السيرة دي بقى كان بتكهربنا، احنا بقينا في حالة ما يعلمها غير ربنا. خليه على الصور بقى. يا استاذ احمد. ايوه السلام عليكم. ايوه سامعني كده؟ الصوت بعيد بس لكن انا سامعك تمام. اتفضل مش مشكلة صوتي، انا مش هقاطعك، اتفضل رأيك في اللي انا قلته في حسام عاشور واخبار الاهلي. لا بحييك على تسلسل الاحداث وعلى تقييمك لموقف حسام عاشور اللي احنا حتى اتكلمنا فيه منذ البدايه، ووضحنا ان قد ايه في وقت من الاوقات حسام عاشور كان اداره النادي الاهلي وكان في طلب من مستر فايلر بان يتم قيده حتى كتكريم ليه، لكن في نفس الوقت مستر فايلر ما كانش عنده مشكله قال هيتم قيده لكن هيبقى بره المباريات وبره التدريبات. فبالتالي كابتن محمود الخطيب دون ان يتدخل في الامور الفنيه كعادته تم اتفق مستر فايلر على اسمه. لكن انا معاك حسام عاشور يعني موقفه مش واضح، لكن من الاخر خلينا نقول هو بيحسب الامور في كل الاطراف هتبقى ماشيه ازاي. يمكن بيشوف الامور التفاوضيه، يعني لو جاله عرض من الدوري السعودي، لو جاله عرض داخلي، مباراه اعتزاله هتجيب له فلوس قد ايه، عمله في قناه النادي الاهلي هتجيب له فلوس قد ايه. هو بيقيم برضه الامور خلينا نقول ماديا، وبيحسم كل الاتجاهات بشكل مادي. هو مش عايز يستعجل على برضه يعني توقف شوط رياضي، لسه الدنيا واقفه، وبالتالي هو مش عايز ياخد قرار يندم عليه فمش مستعجل. لكن طبعا انا بتفق مع حضرتك ان عدم اتخاذه قرار وان هو يلعب على كل الاحبال ولا كل السلالم زي ما بيقولوا اكيد مش في مصلحته، ده بالعكس هو بيأثر على علاقته مع جمهور النادي الاهلي. لكن يعني انا لسه كنت بتكلم معاه من يومين وهو قال لي ان هو ما خدش القرار خالص ومش محتاج ان هو يستعجل، بيدرس الامور وبيستمع لبعض المقربين ليه، لكن في النهايه لابد من حسم موقفه وتفرح كمان زي ما بيقولوا يعني. تمام الله ينور عليك، نروح لاخبار النادي الاهلي. خليني برضو معلش احكيك على حوارك المحترم مع الاستاذ علاء حمام بخصوص عوده الدوري والكلام ده كله. احنا كتير في الموضوع ده قلنا ان كل الدوريات بتنادي، الناس كلها قاعده دلوقتي بتفكر ازاي الدوري في بلادها يرجع. معرفش احنا هنا ليه في البعض عايز ياخدنا لورا، الدوري هيتلغي خلال اسبوعين لو ما قالوش اتلغى يبقى انا انسحبت، كلام غريب وعجيب كده. النهارده الدوري الانجليزي قال لك هنعمل تذكره صحيه وهيكون في كشف على الاعداد اللي هتحضر من الجماهير، والنهارده اللعيبه في الدوري الانجليزي عملوا صندوق بلايرز توجذر بيتبرعوا فيه لمكافحه فيروس كورونا،
وابتدى يتحط الياف لعوده مباريات الدوري الانجليزي في بعضها بدون جمهور وبعضها بجمهور قليل وكشف الصحي عليهم. يعني الناس بتفكر ازاي النشاط يرجع وازاي الدوري يرجع وازاي هذه الصناعه محافظ عليها وكل المستفيدين منها ما يتاثروش زيها زي اي صناعه تانية. لكن للاسف في هنا البعض بيحاول يرجعنا لورا وكل ده المصالح شخصيه كلنا نعلم ذلك. لكن زي ما حضرتك بتقول والله يرجع دكتور جمال محمدي يعني لسه متكلم وقال الدوري هيرجع، احنا محتاجين 3 اشهر بس علشان ننهي مسابقه الدوري وده وقت ان شاء الله ننجزه، واحنا كلنا يعني بنسعى جاهدين لعوده مسابقه الدوري العام والموضوع مش صعب، وتاجيل دوره الالعاب الاولمبيه في مصلحتنا والكاف بيساندنا وبيساندنا، فخلينا ايجابيين وضم صوتي لصوتك وان شاء الله الدوري يرجع واحنا ضد من يسعى اليه البعض بالغاء نشاط الرياضه. طيب باقي الاخبار اللي عندك على النادي الاهلي؟ خلينا نقول ان الاهلي بيمشي التفاوض رسميا مع علاء مهاوي، يعني ده احد اللعيبه اللي تم طرحهم، هنسمع اسامي كتير قوي يعني على بعض اللعيبه يتم عرضها على النادي الاهلي وناس تقول لك يعني كلام وكلاء، لكن هو بالفعل كلام وكلاء، لان زي ما حضرتك عارف الاهلي بنهايه عقوده يعني مع احمد فتحي عنده مركز ظهير ايمن محتاج يدعمه. فاتقال كلام على لعيبه كتيره من ضمنهم مثلا علاء مهاوي ده ظهير ايمن الشرطه العراقي، النهارده الاهلي نفى رسميا التفاوض معاه. اتقال محمد النهيري برضه ظهير ايمن الوداد البيضاوي المغربي نفى اي مفاوضات معاه، الاهلي ينفي الدخول في اي مفاوضات رسميه مع ظهير. كل الامور دي ما زالت كلام من الوكلاء، لكن الاهلي هيسعى جاهدا زي ما انا بقول لجنه التخطيط هتعمل قائمه وتبدا تحط بعض اللعيبه علشان مستر فايلر يتفرج عليهم. برضو عندي طبعا عرض برتغالي ربما يكون قادم خلال الايام القادمه لرمضان صبحي، ورمضان صبحي يعني قد اعلن عن رغبته، هو اكيد نفسه ياخد دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، لكن في نفس الوقت هو حلمه العوده لاوروبا من جديد. فعودته لهدرسفيلد او تجديد يعني عودته لاوروبا ده امر وارد جدا وبقوه، وهيكون في مغالاه لهدرسفيلد الانجليزي، خلينا نكون صراحه لتجديد عارضه مع النادي الاهلي، وبالتالي الاهلي بيدور على بديل. وابتدى بقى بعض الكلام على عروض برتغاليه، عروض تركيه، كلام كتير، لكن رمضان صبحي بقرار من الفيفا هيكون في تمديد لاعارته لنهايه هذا الموسم، وبالتالي يستكمل دوري ابطال افريقيا والدوري ان شاء الله مع النادي الاهلي مع نهايه الموسم، وربما مبكرا يبقى في كلام مع هيدرسفيلد لو الامور التفاوضيه وصلت هيكمل موسم كمان اعاره. الامور لم تصل لاتفاق مالي يرضي الاهلي، وان كنت اتوقع ده رمضان صبحي ربما يعود لاوروبا من جديد، ربما الدوري البلجيكي، ربما الدوري البرتغالي، لسه هنشوف الامور هتودينا ازاي. في التخلي عن جيرالدو ويمكن نادي ينفي حتى كمان الكلام ده عن طريق كابتن عبد الناصر محمد مديره هناك، لان اتقال ان الاهلي عايز يرجع محمد الشريف ده هنا منذ ايام، فاتقال ان الاهلي ربما عايز جيرالدو، لكن مفيش الكلام ده، كل هذه الامور عاريه تماما من نفس الوقت. ناصر ماهر قال ان هو نفسه يرجع للاهلي من جديد وان خروجه من القائمه الافريقيه هي كانت سبب خروجه، لكن في نفس الوقت هو بيجتهد عشان يعود من جديد، وقال انه عنده معلومات ان مستر فايلر اتفرج على ماتشات ليه وانه مبسوط من ادائه، وزي ما احنا قلنا مستر فايلر بيتابع سواء المعارين داخليا. يا احمد ارجع لمكانك تاني يا احمد. للوداد المغربي علشان يقدر يتابع مباريات الوداد المغربي ويبدا يتفرج على يعني ادائهم بشكل مميز ويقدر يستعد جاي. مش في مصلحه الاهلي، ولكن الاهلي عنده امل ان ربما الكاف ياجل المباراه هذه المباراه ايام مباراتي الدور قبل النهائي، ولكن فايلر ابتدى مبكرا دراسه فريق الوداد المغربي. ايضا في نفس الوقت الاهلي ابتدى يعني على توقف النشاط الرياضي يكون في متابعه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، ربما بعض التغييرات في بعض الاسماء، ربما بعض من النادي الاهلي مش موجودين داخل القطاع يتم الاستفاده منهم، كل ده جدا. تصل الاعمال الانشائيه في فرع الاهلي شيخ زايد لمده ساعات عمل، لكن كابتن محمود الخطيب مش عايز يكون في تاخر في العمليات اللي هي فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد،
وبالتالي هناك اعمال قائمه، يعني بعض الملاعب بيتم تجديدها، بعض الامور بيتم انشائها، كل ده يعني يمكن مهم للاهلي يستكمله في الفتره الحاليه. ورغم توقف النشاط الرياضي زي ما حضرتك عارف وفروع النادي الاهلي الثلاثه مقفولين، لكن في نفس الوقت الاهلي بيحاول يستكمل هذا الملف من الانشاءات. برضه ما زلت اصر ان موقف النادي الاهلي بعدم يعني مع نادي الاهلي مع عوده النشاط الرياضي مع عوده بطوله الدوري العام، ولكن طبعا بما يتفق مع وزاره الصحه وتعليمات رئيس الوزراء وتعليمات الدوله المصريه، والاهلي يرفض بشده طبعا يعني فكره الغاء المسابقه اللي البعض بيروج ليها، وده حرصا على المصلحه العامه اللي احنا دايما بالنادي بيها، وقلنا الكوره صناعه كل بيستفيد منها، وبالتالي يعني مهم جدا ان احنا نساند الملف. موضوع احمد فتحي وموضوع معالي المستشار تركي الشيخ والكلام في هذا الشان هو حديث جماهير الاهلاويه، فاعتقد هيكون لي حلقات كثيره الفتره القادمه هنتابعها ان شاء الله مع كل المتابعين لحضرتك ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا يا ابو حميد على كل هذه المعلومات، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا ابو حميد. ده كان اخبار الاستاذ احمد. كمان حد بيقول لي ان الكابتن احمد شوبير النهارده قال، استاذ عبد الحميد احمد بيقول كابتن احمد شوبير قال انه الاهلي هياخد قرار بتجديد التفاوض مع فتحي، الكلام ده صحيح ولا لا؟ انا كل المعلومات اللي عندي ان فتحي بنسبه كبيره ربما لا يرحل على النادي الاهلي بعد تويتة الموسيقار تركي آل الشيخ، لكن إيه اللي هيحصل من ترتيبات ليس لدي معلومات، علشان خاطر يعني دايما وأبدا ما بحبش أفتي بدل ما عنديش معلومة. ناس كتيرة بتقول مش عايزين، وده كلام الإدارة، خليني أحترم وجهة نظركم، وكمان في نفس الوقت نشوف الإدارة هتعمل إيه.